لو أردت مالا فسنجمع لك ما يكفيك لتكون الأغنى بيننا. لو أردت القيادة فسنجعلك قائدنا ولا نحتكم في أي أمر دون الرجوع إليك. لو أردت ملكا فسنجعلك ملكا علينا. لو أردت زوجة فسندلك على أجمل النساء. ماذا سيكون ردك لو عرض عليك كل هذا؟ لكن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد رفض كل هذا. لو كان يريد بهذه الدعوة شهوة مال أو سلطة أو نساء لما كان قد حصل على كل هذا بلا مخاطر أو مشقة. لماذا أصر على الدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الإسلام إلى كل عباد الله؟ لماذا لم يقبل هذا العرض المغري وهو في بداية الدعوة؟ إذن إن الإسلام رسالة سماوية تستحق أن يبذل لها الجهد والمشقة.